السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة الدار الآخرة، انتهينا بفضل الله تعالى من الحديث عن الحياة البرزخية. في سؤال بيطرح نفسه بعد الحياة البرزخية، ناس بتتولد وناس بتموت وتعيش وتموت، ناس تتولد وتعيش وتموت، ايه نهاية العالم؟ نهاية العالم تبقى نخش على مرحلة يوم القيامة. تبدأ ازاي يوم القيامة؟ بتبدأ بالنفخ في الصور. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. العلماء من تفسير الآية قال لك في نفختين. النفخة الأولانية تسمى نفخة الصعق أو نفخة الفزع أو نفخة الموت. النفخة الثانية تسمى نفخة البعث أو نفخة الحساب. النفخة الأولانية من اللي بينفخها؟ إسرافيل عليه السلام. إسرافيل دوت ملك من الملائكة العظام، بينفخ في الصور. إيه هو الصور؟ الصور دوت هو عبارة عن بوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله عز وجل. بوق يعني عامل زي الميكروفون الكبير جدا، ينفخ إسرافيل عليه السلام فيه نفخة يصعق كل الخلائق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يبقى الصور دوت هو بوق ينفخ فيه، الذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. خلي بالك إسرافيل عليه السلام مستعد للنفخ للصور من بداية الخليقة. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أمر الله عز وجل. قبل النفخ في الصور اللي هي قبل يوم القيامة، الله عز وجل يرسل رياحا لينة، ريح طيبة وجميلة لا تترك عبد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا وأخذت روحه. يعني يموت كل المؤمنين على وجه الأرض، لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار القوم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الخلق. شرار الخلق بعد ما يموت المؤمنين ينشغلوا في حياتهم، منشغلين بالدنيا، اللي بيبيع واللي بيشتري واللي بياكل واللي بيشرب واللي بيمارس حياته العادية. وبينما هم في غمرة نشوتهم في الدنيا وانشغالهم بأمور الدنيا، يأتي الأمر من الله عز وجل فينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. لما ينفخ في الصور يحصل عملية انقلاب كوني، الكون كله ينقلب. تعرف الكون متجانس، في عملية تجاذب في الكون ما بين الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والجبال، كل حاجة مستكينة بأمر الله عز وجل. مجرد النفخ يتوقف قانون الحياة، قانون الجاذبية الأرضية، الجاذبية ما بين السماء والأرض، الجاذبية بين الشمس والقمر، الجاذبية ما بين الكواكب، كل ده بيتوقف، تنتهي الجاذبية. يوم يتغير الكون تماما، السماء تنشق، الشمس تكور، الكواكب تتناصر، الأرض تتصدع، الجبال تنسف، كل شيء يتغير، انقلاب كوني كامل. يتغير الكون تماما ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الملائكة. في الراجح من أقوال العلماء والغالب من أقوال العلماء حتى الملائكة نفسها تصعق تموت، كتب الله عز وجل عليها الموت. ورد في أحاديث ربما لا تخلو من ضعف إن الله عز وجل حينما ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الصعق الكل يموت، قالت الآية: إلا ما شاء الله. قالوا في استثناء، ربما يعني يستثنى من الصعق دوت، قيل ملك الموت وقيل جبريل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وميكائيل عليه السلام. ولذلك وردت الأحاديث يقول لك الله عز وجل يسأل ملك الموت: من بقي؟ يقول: يا ربي أنت الحي، بقيت حملة العرش. يقول: يأذن الله عز وجل له أن يقبض روح حملة العرش. من بقي؟ جبريل عليه السلام. بقي جبريل، يأذن الله عز وجل بموت جبريل، بموت إسرافيل، بموت ميكائيل، ولم يبق إلا ملك الموت. يقول: من بقي؟ يقول: يا ربي أنت الحي، بقي عبدك فقط ملك الموت. فيكتب الله عز وجل حتى على ملك الموت أنه تقبض روحه، ولا يبقى أحد على وجه في الكون كله. الله عز وجل في هذا المقام ينادي: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، الكل مات. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب.
بعد الثالثة يرد الله عز وجل ويجيب على نفسه يقول الملك اليوم لله الواحد القهار. طيب كل الخلائق ماتت، يفضلوا ميتين قد ايه؟ النفخة الثانية بعدها بعد النفخة الأولانية يبقى قد ايه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث اللي رواه أبو هريرة أن الفترة ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية اللي هي نفخة البعث بقى والحساب، قال 40. يسأله سيدنا أبو هريرة 40 إيه؟ 40 يوم؟ قال أبيت، يعني ما عرفش. 40 شهر؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت، لا يعلم. بقي 40 فقط ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث. فهذه الفترة تظل بقى سواء كان 40 يوم 40 شهر 40 سنة، بليت كل الأجساد وتحللت وعاد الإنسان لأصل الأرض، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. طيب إزاي هتكون نفخة البعث؟ كيف يخرج الناس من الأجداث أي من القبور إلى ربهم إلى يوم الحساب؟ ده إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء يكون بإذن الله بتفصيل في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.